لا مالادي ديال لاميوباتي، واللي هي واحد المرض كيقتل كاع العضلات ديال الجسم. الو انا بداني ملي كان عندي 9 ans. انفان هو مرض فريمون غار، ما معروفش بزاف، و نقدر نقول لك كيضرب اون سول بيرسون سور 1000 دو بيرسون تقريبا، بحال هكذا. الو سي جو مالادي غار، و كتقتل كاع لي موسكل ديال الجسم، كدامن من الرجلين، كتقطع العضلوي، كدمر حتى كدمر الجسم كامل. فوالا ان شاء الله غادي نتحدى قبل ما تحداني، حقاش انا اون فيت ملي كنشوف راسي اشاك فوا كنتخيل راسي، ولا كيفاش كنشوف راسي؟ كنشوف راسي كانسان عادي، زعما حتى ملي كنتخيل راسي ما كنتخيلش راسي سوغ ان شيز، واخا مي اون لا شيز بالنسبه ليا سي ان بوان فور، ما كناخدوش كان بوان فيبل، ولكن فيما كنتخيل راسي زعما كنتخيل راسي زعما عادي ما عندي والو. كاع بزاف ديال الناس كي سون اتان بلا ميوباتي او لا اي مرض اللي عندهم ان هانديكا كيف ما كان، مالوغوزمون ما كيكملوش قرايتهم. انا كانت عندي لا شونس اني نكمل قرايتي، لان بابا الي ان بروفيسور، وكان فكنت انا كنت تقريبا كل عام في الاخر ديال السنه كنودع اصدقائي على زعما انني ما غاديش نجي العام اللي فات. الحمد لله بابا هضر مع الديريكتور خلاني نكمل قرايتي، حتى ما قال لي غير خليها، غير خليها تكمل قرايتها. انا اللي غنبقى نساعدها تطلع القسم، تجي تهود من القسم، وكانوا كيعاونوني حتى لي شوفور، لي فام ميناج، اي واحد كان كيعاون، مي زامي سورتو. جي مون باك سيونس مات، و ابخي درت اون اني في لا فاكولتي دي سيونس، درت سيونس ماتيماتيك انفورماتيك اي ابليكاسيون، ولكن وانا كنقرا المات كنت ديما كتهدا شي كتاب مني صافي. ودوكو عرفت ان غنتبع ما باسيون، حقاش اغلبيه الوقت كنتبع ما باسيون اللي هي لا ليتيراتور، و لاني بروشين ديريكتومون مشي درت ليسانس في ليتيراتور انجليز، و يلاه لاني ديغانيا خديت لا ليسانس ديت افيك اون مونسيون بيان في لا ليتيراتور انجليز. وهاد العام جوست زعما بوغ لو فان مع انا كيعجبني كيعجبوني لي زاجود بزاف، درت كنقرا ليتيراتور فرونسيز. بيسكو جي ما ليسونس افيك اون مونسيون بيان، كان بامكاني ندوز ماستر فاسيلمون، حقاش ماستر كيطلب جوست اون مونسيون هي الاقل، هي اقل حاجه، ولكن مالوغوزمون ما تحلش ماستر في كازا، تحل في دوطخ فيل، بيسكو جو با مي ديبلاسي، ما قدرتش نمشي اون اوتخ فيل. اي ك افيك اون مونسيون بيان كنت عندي نقدر ناخذ سكولارشيب في مدارس، اما في باغ اكزومبل اخوين او لا مدارس برا في لوروب، ولا هذا حقاش خديتها من لا فاكولتي، يعني سنه ناخذ سكولارشيب، مي جو بي با مي ديبلاسي، و دوكو قلت ناخذ شويه الوقت ديالي عاد نقدر ان شاء الله الا تحل العام الجاي ماستر في كازا نكمل ان شاء الله قرايتي فيها. بابا ديما مساندني ملي كنت كنسالي لي زيتود ديالي، انا كنسالي مع الخمسه كيدو معايا، كيسالي الخدمه كيجي للدار كيهزني الكونسيرفاتوار، كيبدا مع ستة كنمشيو كنجريو في الطريق كنوصل الكونسيرفاتوار. الكونسيرفاتوار كان فيه الدروج، كان كيعيط مي زامي كيعاوني نطلع في الدروج حتى للفوق. كان الكونسيرفاتوار فيه شي 2 ساعات بارفوا 3 ساعات كنبقاو نغنيو، كيبقى يتسناني 3 ساعات في الطوموبيل تحت. ملي كنسالي كيجيبني للدار معدب معايا من ديما كنت كنشوف لي زيميسيون ديال الغنى تقريبا شايفاهم كاملين كيعجبوني، وبارفوا كنشوف شي هيك فريمون سامتوش، كان بارفوا كنبكي بارفوا كنضحك بلا ما نحس براسي كنبقى نضحك، كيعجبوني بزاف. ولكن الفكره انني كنت تما كنت ديما كنفكر في الداخل ديالي في الباطن ديالي، ولكن عمرني زعمت انني نقولها نطق بها بفمي يعني شي نهار غادي نكون تما. واحد النهار ما غنسميش هاد لا بيرسون، ولكن كانت قالت لي ان الفنان خاصو يكون كامل مكمل. الوغ عاوتاني في الباطن ديالي قلت ان شاء الله غيجي واحد النهار و زعما غادي نبين داك الشخص انه داكشي اللي قال ماشي صحيح. فيما كيبان لي شي كاستينغ، فيما كيبان لي شي حاجه ديال الغناء، شي ايفينمون ديال الغناء، كنقول لبابا بابا راه كاين واحد ليفينمون، يلا زيدي بنت توكلنا على الله كيوصلني. واحد النهار بات لي اون انونس في انستغرام ان كاين ان كاستينغ وما كانش مكتوب عليه ديال ذا فويس. مشيت لهاد الكاستينغ، دخلت دوزتو، غنيت قدام الجيري، خرجت، و حتى انا خارجه قلت نسول على راسي
فهمت انا اصلا لما كنفرح ملي كنغني ولكن قلت نسول على راسي على واحد السيده قلت لها عفاك شنو هي ليتاب الجايه ديال هذا الكاستينغ قالت لي هادي سي لا بري سيليكسيون ديال دو فويس وي دي دو فويس ما انا ما تيقتش صيفط بيان سور ميساج عائلتي راه هذا الكاستينغ ديال دو فويس هذا مي ما عطيتش ليه بزاف ديال لامبورطونس زعما ما يسحبش لي غادي ندس اونيت زعما سانسيرمون ما يسحبليش صافي حتى واحد النهار عيطوا ليا قالوا لي راك تقبلتي وهذا انا حتى ديك الساعه وباقا ما نسيقاش الحمد لله جيت اكسبتي فوالا ومشيت كان عندنا اليامات الاولى ما كندير والو كنت عارفه على بعضياتنا انا ملي كنت كنبرك كنهودو اللوبي لتحت كنبرك كنسمع اليوم كيغنيو كلشي كيشوفني كيسلم عليا واحد لقيتها كيشوفوني باركه معاهم بزاف بيو واش انتي مشاركه معنا مشاركه معكم وي سي سي انا مشاركه معكم ولكن كان باقا كنعقل مزيان لو دوزيام جور تمايا كنسمع الاصوات من هنا والاصوات من هنا والاصوات من هنا قلت انا صوتي فين غادي يتحط من ضمن هاد الاصوات كامله كنتخيل لو دوزيام جور في الصباح بديت كنبكي صافي بديت كنبكي كنقول انا جابني هنايا باسكو انا مولفه في حياتي من صغري وسورتو في لافاك كنجي ديما parmi les premiers alors ديما انا parmi les meilleurs ملي مشيت راسي تما ولقيت حس براسي انني ما عرفتش راسي فين غنتحط بديت كنبكي صافي نهاريت صافي واحد الوقيته هضرت مع مزامي هكذا كانت واحد لو كونساي مع انا مي قال لي لو تو كومبار با افيك لي زوتر ملي طلعت اون ستيج بعدا هادي ديما كنقولها في مي كيسولوني ما قدرتش نهز ميكرو حقاش ايديا كانوا بقوه لو ستريس كانوا حقاش كانوا دازو قبل مني وحدين وتبارك الله ما شاء الله عليهم اصواتهم رائعه وما تقبلوش وقلت انا ما عرفتش اش كندير هنايا الوغ ايديا ما بقيتش قادر نحركهم تكوانسوا عليا مابقيتش قادر نشد الميكرو دابا كنت فكره كنترعد مابقيتش قادر نشد الميكرو قلت لهم ديروا لي حطوا لي ستاند وانا طالعه كنترعد قلت غنفكر في حاجه واحده هي انني نفرح ماما جات معايا ومعذبه معايا هذا غنطلع نغني نخلي غير كرسي واحد يدور ليا باش نفرح امي يمشي صافي بديت تغمضت عيني قلت لي لا الصراحه ما غنكذبش ما كان في بالي حتى شي واحد كنت كنقول يا ربي غير كرسي واحد صافي ملي سمعت الجمهور كامل غوت حليت عينيا ولقيت استاذ حماقي قدار شويه قلت اوكي وي ام ستريس با كملي كملي غمضت عيني عاد كنسمع الجمهور عاوتاني غوت كامل كنضحك عيني كنلقى سمير سعيد دات اوكي انا ما توقعتش هذا الشيء صافي غمضت عيني قلت وي ام كملي دار استاذ راغب علامه كيقول لي انا دورت هاد الكراسه كامل هنا كنت شويه كيبي استاذ حماقي جاي عندي شويه كحس شي حاجه شحال كنت حدايا كنلحى على عيني كنلقى استاذ حماقي حدايا صافي ما عرفتش كيفاش كملت اغنيه ما عرفتش كيفاش غنيت ما عرفتش جو مغابي بلو دو ريان وعاودت شويه كنلقى استاذ احلام حتى هي دارت وصافي جاو عندي كاملين كانت الاغنيه لا بارتي الاخرى ديالها صافي جي با بي كونتيني وحبس If I can turn back the clock, I'd make sure the light faded the dark. Spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain, swim every ocean. Just to be with you, fix what I broke.
ملي كنت في ذا فويس صراحه كاملين المسؤولين لي كورديناتورز ستاف كلشي من ا حتى زد كاملين معامله مزيانه تبارك الله وي سون تري بروفيسيونيل ديجا دابا ذا فويس تاوني واحد المستوى اللي مزيان الحمد لله وان شاء الله غادي نكمل في الطريق وما كرهتش تبنى لي شركه الانتاج غادي تخفف عليا الطريق كاين شويه تعب مع وئام وشويه السهر وشويه المسافات والحمد لله اللي لقينا الناس اللي ساعدوها ومدوا يديهم ليها وهي تيانيت محتاجه لهاد المساعده تبارك الله عندها الرغبه باش توصل لهاد الميدان هذا مشيت معها لبنان المره الاولى المره الثانيه وكافحت معها وفرحت ليها وعاونتها وحتى هما عاونونا وشدوا بيدينا الناس كلهم تقريبا المشاركين والناس اللي مسؤولين انا ام وكنحس بها بزاف عاد وانا اللي ما حنا معاهم الاولى الاخره وباباها واخواتها حتى كلشي وسرتو تعرف الام كيفاش دايره ماما تاثرت بزاف ضروري اي ام كتاثر بالانجازات ديال وليداتها سورتو في لوكا ديال وئام وماما ديجا حنينه بزاف اي حاجه قالتها كدات بكيله معروفه عليها دونك انا كنشكر بزاف البرنامج ديال ذا فويس بكل ما فيه بيان سور هاد المرحله ديال ذا فويس كانت بالنسبه ليها مرحله اللي خلات تبان الناس والناس دعموها بزاف ودابا الحمد لله واخا وصلت لهاد لو نيفو هذا بغيناها تزيد لقدام ان شاء الله بوكو با يتعرضوا ليها من عند شركه انتاج بيان سور تخدم معاهم اغاني اللي تقدر هي جو سوي سور كو غادي تعطي فيهم باسكو كيف ما قلت اي حاجه شداتها كتمشي تبغي تمشي لو بو ديالها كتخدم نيتها